السلام عليكم إخوال أخوات صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. كيف ما وعدتكم اليوم غادي نشوف معكم واحد الدرس على لي ترانسفورماتور. هاد لي ترانسفورماتور بالنسبة لي شخصيا يعني كنسميه واحد السمية بأنه بحال الجوكر، يعني لو جوكر ديال الإلكتريسيتي، يعني كيحل بزاف ديال الحويجات، بزاف ديال المشاكل كيحلهم هاد لو ترانسفورماتور. دونك اللي غادي نشوفو اليوم غادي نشوفو كيفاش كيخدم، كيفاش كي مناش كيتكون، لي ديفيرون سورت ديال لي ترانسفورماتور اللي كاينين عندنا. يعني كاينين بزاف، كاينين بليزيور سور دو ترانسفورماتور، ولكن اليوم لي بلي ريبوندي غادي نشوفو اليوم ان شاء الله. المهم هادي واحد النظرة اولية ترانسفورماتور. كيحتوي على واحد السيركوي مانيتيك دي طول فيتي بيان سير بور ليميتي لي بيرت بار افي جول، هذه معروفه. يعني كتكون عنده واحد لونغولمون بريمير وواحد لونغولمون سكوندير. لونغولمون بريمير يعني هي اللي كتدخل لها واحد لاطونسيون او ان افيك ان كورون I1، و لونغولمون سكوندير كتخرج بيان سير بواحد لو كورون I2 و بواحد لاطونسيون U2. إذا غادي نشوفو لو نومبر دو سبير ديال بريمير، كيكون واحد لو نومبر بيان ديفيني، و لو نومبر دو سبير ديال سكوندير كيكون عاوتاني واحد لو نومبر دو سبير بيان ديفيني. دونك ندوزو لو ترانسفورماتور، غادي نقراو عليه واحد شويه، وبيان سور غادي ندوزو لواحد الفيديو اللي غادي نشرحو فيه هادشي اللي غادي نقراو دابا، غادي نشرحوه مزيان شرح بسيط وسلس. كنعرفو بان كون ان كورون سيركول دون ان فيل الكتريك سولا برودوي ان شون مانيتيك، هادي كلشي الاخوان عارفين هاد القضيه دي. يعني واحد الخيط ديال الضوء ملي كندوزو فيه الالكتريسيتي بيان سور يل سكري ان شون مانيتيك. اي اون فيت لو سيركوي بريمير فونكسيون كوم ان الكترو ايمون يل برودوي ان شون مانيتيك. دونك مي كون ان فيل الكتريك اي بلونجي دون ان شون مانيتيك كي فاري يل سكري ا لانتيريور دو كورون il se crée à l'intérieur un courant électrique. نشرح دابا، قلنا واحد لو فيل دوزنا فيه الالكتريسيتي كيتكري عندنا واحد شون مانيتيك، وهذاك لو كابل الكتريك الا دخلناه في واحد لو شون مانيتيك هو غادي يخرج منه ان كورون الكتريك. سي لو فينومين دانديكسيون، سي لو برانسيب دي دينامو. غادي نمشي معكم لواحد ليكزومبل بسيطة الإخوان، وسمحوا لي واخا الفيديو راه غادي يكون طويل شوية، ولكن راه غادي نستافدو. لو برانسيب دو دينامو، عندنا واحد البيسيكليت كيكون فيها واحد الدينامو لاصق على الرويدة، يعني ملي كنبيض روحنا كندورو هذيك لاغو ديال الدينامو. هذيك لاغو ديال الدينامو اشنا هي؟ راه سيت ان إلكترو إيمون اللي داخلة في هذاك الدينامو. حنا شنو كنديرو ملي كنبيضرو؟ يعني كندورو هذيك الالكترو ايمون، كاينين عندنا واحد لابوبين خارجين فيها دو فيل، هذوك لي دو فيل هما اللي كيخرج منهم الضوء اللي كندو لهذيك البوله ديال هذيك البيسيكليت. هذا هو الفينومين. اذا اشنو عندنا؟ عندنا ان الكترو ايمون يعني هو الضوء اللي غادي تكري لي هذيك الالكترو ايمون في هذاك لو فيل الكتريك. نرجع معكم دابا، سي لو فينومين انديكسيون، سي لو برانسيب دي دينامو. اون في تورني ان ايمون ا بروكسيميتي دون بوبين دو فيل سو كي كري دو كورون دون لا بوبين دو فيل. دونك يا دينامو اي اون ريكوبير سو كورون، دونك لا بوبين دو فيل سكوندير est plongé dans le champ magnétique créé par le primaire. Et donc, il se crée un courant dans la bobine secondaire. Selon la façon dont est construit
le transformateur et selon la taille des bobines du fil. La tension du courant du primaire est soit abaissée, soit augmentée. Il y a le fait d'être transformateur élévateur ou l'abaisseur. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que les transformateurs tiennent de l'électroaimant et de la dynamo. Donc, les transfos aident le phénomène d'être l'électroaimant ou le phénomène d'être la dynamo. Et qu'ils fonctionnent comme courant alternatif. En effet, en courant continu, le primaire crée bien un champ magnétique, mais qui ne changerait pas. Had le champ magnétique qui est créé, il est d'être واحد le courant continu, mais غادي شي varié. Donc ما غتكونش عندي هذيك لو نور سيد ديال هذيك ليمون. انا غادي ندوز لا فيديو وغادي تفهموا لو فينومين. Donc le secondaire ne crée pas le courant car ne fonctionnerait pas du tout. Donc ندوز لهذا الفينومين هذا. دابا هذا الفينومين الاخوه اللي كتشوفوا قدامكم دابا عارفينه، يعني غندير واحد لابوبين فيها واحد لي فيل وغادي نجيب واحد ليكترو واحد ليمون اللي فيها نور سيد وغادي ندير لها واحد الموفمون اكوتي ديال هاد لابوبين اللي دايره بلي فيل الكتريك غادي تكري ليا واحد لو كورون الكتريك سينيسويدال كيف ما كتشوفوا لهنا. دونك شنو كندير انا هاد ليمون؟ شنو كدير هاد ليمون؟ كتحرك ليا هادوك لي زيليكترون اللي في هذاك الفيل الكتريك، كتحركهم هما راهم كاينين ولكن خصهم واحد الموفمون واحد لينيرجي باش يتحركوا. هاد لينيرجي شنو هي اللي كتشوفوا؟ هي هاد ليمون. يعني ملي كنحرك انا ليمون قدام هاد سولينويد كنكري واحد الكورون الكتريك. اذا هاد المساله فهمها الاخوان. دابا ندوزو للطونسيون بريمير اللي غنكري انا. هاد ليمون هي لا طونسيون اللي غنكري انا بهاد لي. دونك هنا فاش كنعطي واحد لا طونسيون بريمير لهاد لي فيل الكتريك، راه بحال حركت هاد ليمون هادي. دونك هنا كيتكري ليا واحد الفلي مانيتيك. هاد الفلي مانيتيك اشنو كيدير الاخوان؟ دونك كيف ما قلت لو موفمون ديال هاد ليمون الكري دي كورون الكتريك. دونك ملي غادي نعطي انا اون طونسيون لهنايا اشنو غادي يوقع؟ جو كري ان فلي مانيتيك. هاد الفلي مانيتيك غادي يدور لي في هاد لو نويو غيدور كامل. دونك اشنو غادي ندير؟ عندي انا واحد لو فيل ديال السكوندير ستابل، ملي غادي يدوز فيه هاد لو فلي مانيتيك كيف ما قلت في الاول، يعني لي زيليكترون سون ستابل، ولكن ملي كيولي هاد لو فيل الكتريك بلونجي في واحد لو فلي مانيتيك، هاد لو كابل الكتريك اون سبير، غادي تخلق ليا ان كورون الكتريك اللي غادي يخرج لهنايا. غادي تسولوني غتقول ليا علاش هاد لو كورون ماشي بحال هذا؟ غادي نرجعو لو نومبر دو سبير. لو نومبر دو سبير دو سكوندير اي بوكو قليل بزاف على لو نومبر دو سبير ديال بريمير. هادشي علاش كنسميوه ان ترانسفورماتور ابيسور. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الاخوان لو فينومين. عندنا كرياسيون ديال شون مانيتيك. هاد شون مانيتيك شكون اللي كرياه؟ كرياتو ليا لا طونسيون او ا اللي عطيت هنايا، هي اللي كرياتي هاد لو شون مانيتيك. وهاد لو شون مانيتيك غادي يمشي هو اللي غادي يكري ليا واحد الكورون لهنايا، بحال هاد لو فينومين ديال المانيتيزم. هنايا غادي نجيب واحد ليمون غادي نحرك بها هادوك لي زيليكترون اللي في هاد السولينويد، غادي تكري ليا ان كورون الكتريك. نفس الشيء هنايا، عطيت اون طونسيون هنا ولا عندي ان شون هنايا، هاد لو فلي مانيتيك هو اللي غادي يكري ليا واحد لو كورون الكتريك هنايا. دونك
Le transformateur de puissance. Le transformateur de puissance, c'est l'Ikhwan. Les calcaux, les centrales, c'est parmi les transformateurs. C'est le transformateur de puissance, calcaux, les centrales hydrauliques, les centrales thermiques. Il y a une Le transformateur de puissance est installé dans diverses centrales pour génération et transmission de puissance. Il agit comme un transformateur élévateur ou abysseur pour augmenter et diminuer le niveau de tension selon les besoins et sert également d'interconnexion entre les deux centrales. Le transformateur de puissance est disponible en 400 kV, 200 kV, 110, 66 et 33 kV. Peut-être plus. Nous allons vous montrer le transfert de puissance. Le transfert de puissance, c'est l'Ikhwan qui est les centrales de production de l'énergie électrique. Nous savons que les centrales, qui créent la tension, qu'est-ce dit que la tension entre 20 et 22 kV. Voilà. ولكن باش غادي نترونسبورتي انا هذيك الكونتيتي ديليكتريسيتي في واحد لا لين دو طونسيون تقريبا واحد 50 ولا واحد 100 كيلومتر خصني نطلع لا طونسيون. دونك باش نطلع لا طونسيون خصني ان ترانسفو. دونك كنطلعها تقريبا لواحد 400 كيلو فولت. علاش؟ باش ما يكونوش عندي لي بيرت بار اي في جول في لا لين. وتصوروا معايا واحد 400 ولا 5 ونقولوا 5000 كيلومتر وغادي نترونسبورتي في واحد لينيرجي قداش هاد لي كابل الا بغيت نديرهم غادي يكونوا كبار. دونك اشنو كندير؟ كندير ان ترونسفو اليفاتور وكنسخر لا ديمونسيون ديال لي كابل لان لو كورون كيكون عندي فابل. دونك ملي كنقرب نوصل بار اكزومبل واحد المدينة او واحد سميتو بغيت نعطيها الضوء شنو كندير؟ كنهبط لي ترونسفو دو ديستريبيسيون وهما هادو الاخوان اللي كتدخل له هذيك ال 400 اللي هضرت عليها في الاول كتوصل كتجي لواحد لو ترونسفو كتدخل له 400 وكيخرج ليا اما 22 كيلو فولت ولا 30 كيلو فولت ولا 63 كيلو فولت ولا كيف ما كتشوفوا لهنا اي ديسپونيبل سير 22 كيلو فولت 11 كيلو فولت 6.6 كيلو فولت جوسكا 230 اي 440 فولت هي اللي كنلقاو عندنا. دونك هاد لي بوست دو ديستريبيسيون هما اللي كيكونوا عندنا في لافيل ماليمونتين بهم لي زوزين ماليمونتين بهم لي لوتيسمون لي كارتيي. دونك كندخل ب 22000 وكنخرج ب 3 فاز بليس نوتر هي اللي كنقول لها 380 بليس لو نوتر. دونك دابا شفنا لي ترانسفورماتور دو بويسونس اللي كيكونوا في لي سونترال ديال برودكسيون ديال لينيرجي الكتريك ومن بعدهم لي ترانسفو دو ديستريبيسيون. من بعد كاين عندنا لي ترانسفو سير بوطو يعني هنا كتكون جايه هذيك ال 22000 اوليو باش غتدخل لينا لواحد البوست ممكن نفرقوا بها من نعملوا واحد البوست سير بوطو وهاد البوست سير بوطو بيان سور راه كتكون جايه لهنا 22 كيلو فولت ومن ترانسفو كتكون خارجه باردون من البوست كتكون خارجه 3 فيل بليس لو نوتر. لو نوتر راه هو غتلقاو كاين في الجهه الاخرى بليس نوتر. اذا هادو كان اليمونتيو بهم بار اكزومبل كيكونوا انفيرون ديال 165 كافيا ولا 150 كافيا ولا 50 كافيا دواوير مثلا او شي بلايص اللي نائيين او بار اكزومبل لي ستاسيون ديال ليفريزون ديال ليسونس ولا ديال الغازوال كنشوفوهم كيديروا هاد لي ترونسفو سير بوطو وكتهبط عنده 380 فولت بليس نتر. وهادو هما اللي كابل الاخوه اللي غادي اللي هنا كنلقاهم طورسادي انوار هما اللي خارجين من واحد ديجونكتور راه مليي مع هاد مليي مع هاد ترونسفو سير بوطو. وكنلقاو الاخوان هاد لو جونغ هادو سوسون دي ترونسفو
دو كورون، ترانسفورماتور دو كورون. كيف ما قلت لكم الاخوان، عندي واحد لو كابل لا ديمونسيون ديالو كبيره، ومدوز ليا واحد لو كورون كبير، ما يمكن كيفاش غادي نعبر انا بالمليمتر هذاك لو كورون اللي غادي يكون ديز في هذاك الكابل. اشنو كنديرو؟ كنديرو هاد لي ترانسفو ارماتور دو كورون كيدخل واحد لو كورون بار اكزومبل ديال 500 امبير، ولكن ملي كيدوز اترافير هاد لو ترانسفو ترانسفورماتور دو كورون بحال كيصغر لو رابور ديالو، ماشي بحال كيصغر، يعني كيصغر كيف ملي كنقرا انا كنقرا لو كورون ان سور ان لو نومبر دو سبير فوا اي فوا هاد الاي اللي دخلت لهنايا. دونك كنلقاو بار اكزومبل دي رابور دو ترانسفورماسيون كنلقاو 500 مثلا على 5، 500 على 5 هي 500 امبير اللي ديزا هنا، غنقسمها على 5 دونك غتبقى ليا 100 امبير. فوالا هذا هو عندنا لي ترانسفورماتور ابيسور، هادو هما اللي مستانسين بهم حنا لي زيليكتريسيان بزاف الاخوان. بحالاش بار اكزومبل عندي واحد لارموار الكتريك، او عندي واحد سميتو ارموار الكتريك، وبيان ان كوفر الكتريك، كنستعمل واحد لو ترانسفو كيف ما كتشوفوا لهنايا. فوالا هاد لو ترانسفو كتكون داخله لو 380 ومخرج ليا واحد طونسيون قليله اللي غنخدم بها انا السيركوي دو كوموند اللي تكون 24 ولا تكون 36، يعني غادي نخدم في خاطري. دونك كيف ما قلت كنديروا واحد لو ترانسفو ابيسور ادخل له 380 ويخرج ليا اون طونسيون ديال 36 فولت ولا 24 فولت ولا 48، ماشي مشكل. وهذا هو لو شيما ديالو. دونك كتكون عندنا واحد لا طونسيون بريمير افيك ان كورون بريمير، او بيان سور عنده واحد لونغولمون سكوندير افيك ان كورون سكوندير اي اون طونسيون سكوندير. ابي سور لا طونسيون او سكوندير ان سورتي سورا موان ايليفي كو لا طونسيون بريمير اون انتري، يوتيليزي بور لادابتاسيون ا لوتيليزاسيون. بار اكزومبل بحال هاد لو شيما، عندنا واحد لو ريزو واصلة ليه 380 ومخرج لينا واحد 380 عاطينها الترانسفورماتور اللي كتشوفوه هو هذا، تا هو لو سين ديالو، ومخرج لينا واحد لا طونسيون ديال 24 فولت. اذا ملي غنخدم انا في سيركوي دو كوموند ب 24 فولت غادي نكون بيان بروتيجي، وغادي تكون المساله عندي من ناحيه سيكوريتي مسيكوريزي مزيان. وواحد المساله اخرى نشير لها الاخوان، بالنسبه لهاد ملي ما كتكونش جايب النوتر هنا كيكون جاي عندي غير 380، هذاك لو كاتريان فيل اللي كيكون عندي في هذاك لو كابل كنستغلو انا، كنجيب معاه ميزالاتير. دونك هاني ربحت كابل هنا وربحت لا سيكوريتي، هاد لو كابل اللي غادي يكون زيد الرابع اللي غيكون زيد هنا نجيب معاه ميزالاتير، وانا ربحت سيكوريتي وربحت ان كابل لهنا اللي غادي اليمونتي بي سيركوي ديال ميزالاتير. بحال هاد لوكا هنايا عندنا 380 ومخرج ليا 220 اللي غنيتيليزي هنا في واحد مساله اخرى. بحال هاد لوكا داخل 380 فولت بيان سور بروتيجي افيك دي فيزيبل، وعندي هنايا دو سورتي، عندي اون سورتي دونك اريفي 380، عندي اون سورتي ديال 220، وعندي اون سورتي ديال 110. الا شديت هاد 55 وهاد 55 هي 110 فولت، دونك عندي هنا 110 فولت، والا برونشيت غير هنايا و 55 دونك بيان سور غتكون عندي هنا غير 55 فولت. هاد لي ترونسفو ابيسور علاش قلت لكم الاخوان مهمين بالنسبه لينا حنا لي زيليكتريسيان، يعني ديما كنصادفهم في الحياه اليوميه ديالنا، في لي بلاك الكترونيك، في اي حاجه. يعني بار اكزومبل لهنايا كيف ما كتشوفوا، ها هي لاريفي هنايا ديال 36 فولت هي هادي، والخرجه ديال 36 فولت واصله لهنا، والخرجه
هي 12 فولت اللي اليمونطاسيون ديال هاد لا بلاك الكترونيك. هنا الاخوان كنشوفوا دو ترانسفورماتور، ها واحد ها واحد، هذا واحد لارموار ديال ديماراج ايطوال تريونغل ديال واحد الجروب كي برودوي لير كومبريمي. دونك علاش داروا هاد لي دو ترانسفورم؟ انا غادي ندوز لكم لو شيما وغادي تفهموا علاش داروا هاد لي دو ترانسفورماتور. كيف ما قلت ها لو ترانسفورم الاول كتشوفوا الاخوان هنايا اريفي ديال 380 ما كاينش مع النوتر، كاين غير ميزالاتير. دونك دخلوا هنايا لو ترانسفو خرجوا ب 220 ومن 220 وصلوا هنايا 380 تموديفاس ل 220 ومن 220 لوتر ترانسفو اللي غادي يخرج لينا. هاو نكبر الصوره باش تشوفوا، يعني 220 تحولت ل 24 فولت اللي غاتاليمونتي لينا واحد لوطومات. اذا كنقدروا نلقاو جوج لي دو ترانسفورماتور في ارموار واحد. وعندنا لو ترانسفورماتور اليفاتور، ترانسفورماتور اليفاتور كتكون لو نومبر دو سبير ديالو ديال البريمير كيكون قل من سكوندير. بيان سور كتكون عنده واحد لا طونسيون دونطري و طونسيون سورتي. كنلقاو في هذا الشكل هذا. باغ اكزومبل كيجي عندنا شي صديق من شي دوله اللي كتكون عندهم طونسيون سامبل في البلاد ديالهم 110، ولكن فاش ملي كيجي عندنا كيلقى 220، يعني غادي يخدم هو واحد البي سي او غادي يخدم باغ اكزومبل شي حاجه شي اله كهربائيه اللي غادي تخدم له خاصها تخدم له ب 110. اشنو كنديرو؟ كنشدو هاد لو ترونسفو كنعطيوه 220 وكيخرج لنا 110. باغ اكزومبل هاد الصديق حنا اللي مشينا عنده ودينا معنا واحد الاله اللي غادي تخدم لينا حنا ب 220 وهو عنده غير 110 في الطونسيون سامبل ديالو، يعني في المنزل ديالو. اشنو كنديرو؟ كنديرو هاد لو ترانسفو كنعطيوه 110 من لو سيكتور ديالو وكيخرج لينا 220 باش ناليمونتيو بها هذيك الاله الكهربائيه اللي دينا معنا اللي كتخدم ب 220. دونك في هاد الحاله كنخدمو لو ترانسفورماتور ما كيتسماش ابيسور، لاننا علينا لا طونسيون، دزنا من 110 دزنا ل 220. اذا سي ان ترانسفورماتور اليفاتور. اللي بغيت نشير ليها الاخوان هاد لي ترونسفو كتكون عندهم واحد تيرميستونس. هاد تيرميستونس اشنو الدور ديالها؟ كنشدو هاد تيرميستونس وكنليوها مع البريمير اون سيري في هاد الشكل هذا، ولا طونسيون كنعطيوها هنا. الغريب في الامر هاد تيرميستونس اشنو كيوقع الاخوان، بزاف ديال الاخوان اللي ما عارفينهاش، كتكون في البوبيناج هنا ما كتكونش خارجه على برا، يعني هنايا في لو ترونسو كيكونوا خارجين عندنا غير هاد لي دو بورن، وهاد تيرميستونس كتكون هنا ومكاشيه بداك لي زولون اللي كيكون داير بحال الشكل ديال بونسمون كيكون داير على الترونسو، كيكون مكاشي هنايا. هاد تيرميستونس شنو هو؟ راه سيتان فيزيبل ملي كيسخن لو سيركوي مانيتيك، لانه كاينين دي بيرس بار اي في جول كما قلت في الاول، ملي كتسخن هاد تيرميستونس كتوصل لواحد درجه الحراره كتحلي لو سيركوي. علاش كتحل لو سيركوي؟ بور بروتيجي لو ترانسفورماتور ما يتحرقش. اذا غادي تقولوا لي وكيفاش غادي نعرفوها بانها راها قطعات ولا خاصها تبدل؟ هي ما كتبدلش عليه، في غالب الاحيان ما كتبدلش. علاش؟ استسمح، راه لو نون ديالها تيرمي، يعني شي حاجه جايه من تيرميك سخونيه. ملي كتوصل باغ اكزومبل كنلقاو لو ريكلاج ديالها، هي ما فيها لا ريكلاج لا والو، هي عندها غير واحد جوج سلوكه. ملي كتوصل باغ اكزومبل واحد ولكن كتلقى فيها لو دوغري ديالها، لقيتي واحد 120 دوغري، يعني او دو لا دو 120 دوغري راه غادي تحل لي واحد لو سيركوي هنا.
سو كيفي لو ترونسفو اش كنقولوا حنا؟ لو ترونسفو تحرق، لا هو ماشي تحرق، غير هادي ملي غادي ترجع ليطا نورمال ديالها غادي تعاود تسد ليا لو سيركوي. دونك يل جو ان رول دو بروتيكسيون، و بارفوا واخا كتبرد ما غاديش تعاود تسد ليا لو سيركوي لانها الي فوتي. دونك خاصني نبدلها. انا شخصيا شحال من ترونسفو لقيت فيها تيرميستونس ومكاشيه لهنا، وكيقول لك لو ترونسفو راه اون موفيز ايطا. لا الاخوان ماشي اون موفيز ايطا، كتقدر تكون فيها تيرميستونس، نبدلها وغادي يكون مزيان. غير فاش غادي يبدا يقطع ليا انا بار اكزومبل، غادي يبدا يقطع ترونسفو، نعرف بان راه كاينه واحد سيور شارج في السكوندير. علاش كيديروها في البريمير؟ لان لو بريمير الا سخن لو بريمير بيان سور لو سكوندير، لانه نفس لو شون اللي غيدوز لهنايا، دونك حتى هذا غادي يسخن. اذا ملي غادي يسخن لو ترونسفو هادي كتحل لا طونسيون بريمير. لو ترانسفورماتور ديزولمون، هاد لو ترانسفورماتور ديزولمون الاخوان كنلقاو فيه لو نومبر دو سبير دونطري قد لو نومبر دو سبير دو سورتي. غتقولوا لي علاش؟ غادي نقول لكم علاش. اون بو روتروفي لو ترانسفورماتور دو سيباراسيون دون لي بلوك اوبيراتوار دي زوبيتو او ال سير اي زولي شاكان دي بلوك اون كا دو بروبليم الكتريك دون ان بلوك لي زوتر نو سون انسي با توشي. il est utilisé principalement pour des raisons de sécurité. كنعرفوا حنايا ملي كتكون باغ اكزومبل في شي اوبيتال، باغ اكزومبل كاينين لي بلوك اوبيراتوار، كاين لا رياليماسيون، كاين بزاف ديال المسائل اللي خاصهم يكونوا بروتيجي. باغ اكزومبل عندي انا واحد الفويت دو ماس مثلا في واحد البلوك، هذيك الفويت دو ماس غادي تاثر ليا على جميع هذوك القاعات. دونك اشنو كنديروا حنا؟ كنديروا هاد لي ترانسفورماتور ديزولمون، يعني كتدخل ليه اون طونسيون باغ اكزومبل ديال 220 كيخرج ليه هاد 220 ما عندها حتى شي ليزون مع ميزالا تير ولا شي، يعني كتمشي ديريكتومون لوتيليزاسيون. دونك كبار اكزومبل عندي 4 سال او 5 سال كندير 5 ترانسفورماتور ديزولمون، كل سال غادي ليها واحد ترانسفورماتور ديالها، يعني كتخرج هاد لا طونسيون ما عندها حتى شي علاقه مع لا طونسيون دو سيكتور، يعني كنكون بروتيجي. وكيديروا حتى في لي سال ديال لانفورماتيك ديال بزاف ديال المسائل، سي كيسيون دو سيكوريتي. هنا خديت لكم واحد المثال ديال هاد لو ترونسفو. كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا سي تان ترونسفو في بريمير وفيه سكوندير، ولكن كيفاش غادي نبرونشيه؟ كيبانوا لي بزاف ديال لي طونسيون لهنا، بزاف ديال لي طونسيون. دونك غادي ندوز لواحد الشيما اكسبليكاتيف وغادي نشرح فيه كيفاش غادي نبرونش. غناخذ لكم غير ان اكزومبل. دونك كيف ما قلنا عنده ان بريمير وعنده ان سكوندير. هنا كتشوفوا الاخوان هاد جوج دو تري افيك دي بيتي سيركل، هادي هي لونطري. هنا البريمير عندي 575، عندي 525، عندي 550، عندي 460، 480، سا ديبون على السيكتور اللي فيه انت شحال فيه لا طونسيون. وكتشوفوا واحد جوج لي طرو ومزديين هنا، هادي سوتين شانت. الا شفنا لو ترونسفو فيه هاد لي نيميرو 31 32 33 34، هاد لا بارتي هادي هي البريمير، هادي هي السكوندير. دونك خاصني نعمل واحد لا شانت. انا غادي ناخذ واحد ليكزامبل وغادي نقيس عليه وغادي تفهموا نتوما لو برونشمون. دونك ناخذ هاد لونطري، هادو راهم بحالهم بحال هادو. ناخذ هاد لونطري وغادي نشوازي لا طونسيون 380. دونك 380 فين غادي نبرونشيها الاخوان؟ غادي نبرونشيها في الان و الدو، يعني ها هي جات في هاد لالين هادي. دونك الان و الدو غادي نعطيهم 380 فولت. دونك ها هو لو بريمير تهنيت منه. دابا غادي ندوز لو سكوندير. لو سكوندير كنشوفوا الاخوان هادو جوج 3 و 6،
هما لا سورتي، وهادو اللي مشانتي اللي هنايا هي لا شانت اللي غندير انا. عندنا لا طونسيون دو سورتي عندي اون طونسيون دو 230 وعندي اون طونسيون ديال 115، ولا سورتي كاينه في هادو اللي هي 3 و 6. دونك نسيت الاخوان هنايا واحد المساله استسمح. دونك قلت الان والدو هما لا سورتي، ولكن لا شانت فين غادي نديرها؟ لا شانت غادي نديرها غنمشي ل 380 نشوف قدامها كاينه 31 و36 هما اللي غادي نشانتي. دونك 31 و36 فوالا. دونك لو بريمير ساليت منو. دابا غادي ندوز للسكوندير. سكوندير بغيت واحد لا طونسيون 220 هي اللي تخرج ليا هنا فيها 3 و6. اشنو غادي ندير؟ كنشوف قدام هاد 230 فولت كاينه الكات مشانتي مع السينك، دونك خاصني نشانتي هنا كيما قلت غتخرج ليا 230، خاصني نشانتي الكات مع السينك هي اللي غادي ندير دابا. دونك ها هو لو ترانسفو دابا ولا عندي واجد. اذا ندوز لواحد ترانسفو اخر. هنا كنشوفوا الاخوان بري، هاد بري هي بريمير، وهاد اس او سي هي سكوندير. هنا البريمير دايرين 400/0 فولت. 400 فولت راه هي 380 فولت، يخدم ليا في الريزو ديال 50 و60 هرتز. البويسونس ديالو هي 50 فولت امبير. اذا كنشوف هنايا 400 فولت زيرو، دونك غادي نعطي لا طونسيون ديال 400 فولت غادي نعطيها هنا، لان هنا علاش عندي غادي نخرج واحد لا طونسيون ديال السكوندير ما بين 230 ولا 115، ولكن عندي 3 بورن، عندي 115 0 115. دونك غتكون عندي 115 هنا، وغتكون عندي هنايا 0 فولت، وغتكون عندي هنايا 115. دونك الا شديت هاد ما بين 0 و 115 غادي تخرج لي 115 فولت، والا شديت ما بين 115 و 115 غادي تخرج لي 230 فولت. كومون تروفي لو بريمير دي ترانسفو؟ لا بليبار دي ترانسفو اون الكترونيك سون ابيسور دو طونسيون، ايل غوسواف اون طونسيون ديال 230 فولت اون دونون 6 فولت 12 فولت 15 فولت 24 36 48 على حساب داكشي اللي بغينا حنايا. اون ريكوني لو بريمير دان ترانسفو غراس ا بليزيوغ انديس. من بين هاد لي زانديس باش غنعرفو لو بريمير ولو سكوندير، لي فيل كي سورت دي ترانسفو بوسيد اون بلي غروس غين بلاستيك ايزولاسيون. لو بوفيناج دو بريمير اي في افيك ان فيل بوكو بلي فان كو لو سكوندير. Allons mettre c'est au primaire qu'on mesure la résistance la plus élevée. هناك قلت لكم واحد طابلو اللي نقدروا نعرفوا به لا ريزيستانس ديال واحد لو ترانسفو اون بريمير ديال لا ريزيستانس بريمير. Pourquoi mesurer la résistance série au primaire du transfo? La mesure de la résistance du primaire est beaucoup plus aisée que celle du secondaire. En effet, le secondaire d'un transfo offre une résistance très faible. Dis-moi qu'on a broqué le qawma bin 0,01 ou 1 ohm. Ce qui fait l'aider dans l'ohmmètre, 400 lignes d'ixonnette, qu'on goulou wach un court circuit ou la c'est bon. Donc, là, je kan mchiou le primaire, li enne le nombre de spire, talé bzaf. Donc, kan qadron a broqué le. Donc, gann n'a khoud likom wahad l'exemple d'il hena. Exemple de détermination de puissance nominale d'un transformateur inconnu. On dit واحد le transformateur inconnu à part la résistance en primaire, il y a 347 ohms entre les deux fils. Mais je ne sais pas la puissance de lui. Le tableau de l'écran, 347, par exemple, ici, et quand je trace la ligne en dessous, il y a 10 volts ampères. هادي بالنسبه لي ترانسفوتوريك اللي كيكونوا سو فورم سيركولير، وبالنسبه لي ترانسفو كوبيك. دونك الاخوان سمحوا لي بزاف طولت عليكم، ولكن نتمنى تكونوا استفدتوا
وتبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العادة،